احنا في الفيديو اللي فات ووصلنا اهو ان احنا خلصنا الكومبوننتس اوف بلاد وكل المكونات اللي هي ويتش ار. افضل اقول له بقى لعبه، يعني الدرس ده انا شغاله معاه بالاغاني، بجيب من خلال الصوره. او كان في برضه السؤال نرسم الهارت، هو ما بقاش عليه ومش مطالب ان انا ارسم له الهارت ولا هو يرسم له، فانا بشوف افضل، لان انا عن نفسي ما بحبش الرسم برضه، فعشان كده بحب دايما استعين بالحاجات الشارت او لوحه زي اللي بتيجي مع مثلا اي كتاب خارجي بيبقى فيها الهارت مرسوم. في حاجات كتير على مثلا جوجل بلاي بتبقى ابلكيشنز كده نازله بيجيب لك الهارت وهو بيتحرك، اللي هو فكره بقى الفي ار مثلا، الفيرتشوال رياليتي، وفكره الاي ار الارجمنتد رياليتي، الواقع الافتراضي، ان هو بيخليك حتى لو حركت الموبايل او التاب في ايدك الهارت يتحرك معاك من كذا وجهه يعني او من كذا جنب. وبحب الحاجات الجيف والمتحركه زي ما اشرنا اليها في شرح الباوربوينت قبل كده، فده بشوفه افضل لايصال الفكره عكس ما انا ارسمها بتضيق قدامه، هي برده ايه رسمه صامته، فبحس كده ان الموضوع اجوف قوي. لكن لما حاجه بتتحرك قدامه زي كده الموضوع والكونسبت والمفهوم بالنسبه له بيتفهم احسن. طيب نيجي الجزء بقى في الدرس ده من ضمن يعني عايز اقول لك ان الجزء ده اللي بيلخبط الطلبه كلها في سنه خمسه ومبقاش عارفين يجيبوا منين وفين ويحط الاجابه فين ولا منين. بس بقولها له بطريقه ايه؟ بطريقه ايه حدوته؟ بنقعد مع بعض كاننا ايه في حدوته. احنا اتفقنا قبل كده ان احنا عندنا الهارت consists of four chambers، انا عندي اربع اوض، وخدنا ان الابر اسمهم اتريا، اللور اسمهم فنتريكل، واتفقنا ان هو في two sides. كل ده انا ببدا اجمعه للطالب بعيد له بعمل له ريفرشمنت كده المعلومات كلها. واتفقنا ان عندنا there are two sides within heart cavity، وخدنا ان الليفت سايد نظيف اوكسجينيتد والرايت سايد لا مش نظيف يعني دي اوكسجينيت، وبرده خدنا ان في الليفت سايد ماست ديستريبيوتد تو اول بودي بارتس لازم يتوزع، لكن الرايت لا ما يتوزعش عشان مليان كربون دايوكسيد المفروض يروح للكلين ستيشن او محطه التنظيف التو لانس تنظفه لنا، تسحب الكربون دايوكسيد وتحط لنا بداله اوكسجين. بعد ما عملنا ريفرشمنت كده لكل معلوماتنا نبدا نقول له في حاجه اسمها بلاد سيركيليشن، الدورة الدموية، اللي كان من سنتين السنة اللي قبل اللي فاتت في الكتاب مقسمينها لتو سيركوليشن، واحدة اسمها ماينر وواحدة اسمها ميجر، الصغيرة والكبيرة، السيستميك والبالمونيري. بس السنة دي أو السنة اللي فاتت لغوها من الكتاب وخلوها كده مجموعة ستيبس ورا بعض بالمنظر. طيب فببدأ أقول له أول حاجة تعالى نتكلم كده والفيديو كده بيتحرك معانا، تعالى نبص الأول إيه اللي بيحصل. في بلاد كان لونه أحمر، هنشوف دلوقتي أهو كده أهو جاي من عند التو لانس محطة التنظيف الكلين ستيشن لونه ريد. ليه ريد؟ عشان مليان أكسجين. هيمشي يعدي يمشي للريست أوف بادي يبدأ لونه يغمق يميل للأزرق، يرجع تاني يروح للتو لانج ينظفه فبقى أحمر تاني، يعني اتشال منه الكربون دايوكسيد ودخل أكسجين. نقولها إزاي بقى بالترتيب؟ أول حاجة هقول له الرايت إيتريوم، إحنا اتفقنا إن في بلاد مش نظيف جاي من عند البادي، يعني ايه؟ يعني مليان كربون دايوكسيد. طب انت تتخيل معايا الجزء ده كله معتمد ان الطالب يجاوب عليك في اسئلتك، لو جاوب خلاص اضمن اي سؤال هيعرف يحله لك. احنا دلوقتي عندنا البلد اللي مش نظيف، حلو، اتفقنا انه جاي من البادي عايز يدخل لمين؟ يدخل عند الهارت، حلو. طب هيدخل عند الهارت من اي سايد؟ يا ترى تفتكر الدي اوكسجينيتد بلد هيدخل لي عند الليفت سايد ولا الرايت؟ هيقول لي لا هيدخل الجنب اللي مش نظيف اللي اسمه رايت سايد. طب انا ينفع ادخل لحد من غير ما اخبط على الباب ازق الباب واخش ولا لازم اخبط؟ لا لازم اخبط. فهقول له كل تشامبر وكل اوضه انسايد هارت وليها بابها. انا دلوقتي لما البلد اللي مليان كربون دايوكسيد جاز عايز يخش للناحيه الرايت سايد تفتكر يخش في الاوضه اللي فوق ولا ينط على كل الاوضه اللي تحت؟ هيقول لي لا للاوضه اللي فوق اللي اسمها رايت اتريوم. طب كل اوضه وليها بابها، هيخبط على بابها، بابها اسمه ايه؟ اسمه فينا كافا، وليها تو برونسيشن او نطقين، انا ممكن اقولها فينا كافا ممكن اقولها فينا كيفا وهي اسم لاتيني برضه، فينا كافا فينا كيفا الاثنين صح معايا. طيب يبقى خبطنا على باب الفينا كيفا فدخلنا اوضه الايه؟ الرايت اتريوم. بعد ما البلد الدي اوكسجينيتد اللي مش نظيف دخل عند الرايت اتريوم هيروح عامل ايه؟ ينزل الفالف اللي في النص، فاكرين البادي جارد حارس العماره اللي قلنا عليه؟ الفالف اوبن هيفتح فالبلد ده هيمشي من الاوضه اللي فوق which is right atrium ينزل للاوضه اللي تحت اللي اسمها right ventricle، يروح الفالف كلوزد وزي ما اتفقنا بحركه السبابه والابهام اروح قافلاله
الدايره اللي انا عاملاها في ايديا، الفالف كده قفل كلوز. طب البلد دلوقتي مكانه فين؟ اخليه هو اجيب له رسمه هارت واقول له ارسم لي انت ارج بقى، امشي معايا كده بالاسفل. الهارت دلوقتي مكانه فين؟ في الاوضه اللي تحت اللي اسمها رايت فنتريكل. الرايت فنتريكل يسكت ابدا، يروح عامل كونتراكت وبوش، يزق. هيزق مين؟ هيزق البلد اللي فيه اللي مش نظيف. طب تفتكر لما هو دي اوكسجينيتد يروح بقى للبادي كله ولا يروح للكلين ستيشن بتاعتنا؟ هيقول لي لا، يروح للكلين ستيشن يتنظف، يبقى يروح للتو لانكس. واتفقنا اي حاجه رايحه عند التو لانكس او راجعه سميناها كلمه سر كده باسورد ان اسمها بالمونري، فاسمه بالمونري وممكن اقولها بالمونيري الاثنين صح. وطبعا اسمه ارتري ولا فين؟ هيقول لي لا ارتري، لان انا اتفقت معاك يا مس ان اي حاجه ايمرج فروم هارت وخارجه من جوه لبره بسميها ارتري. حلو، مشيت في الشارع اللي اسمه بالمونري ارتري وراحت عند التو لانكس اتنظفت، وراح خد منها الكربون دايوكسيد وحط لنا مكانه اكسجين، بقى بلد نظيف اكسجينيتد. تفتكر يرجع يروح عند فين؟ يخش عند الهارت. طب هو ايه اصلا اللي هيرجعه عند الهارت؟ ما هو بقى نظيف خلاص، ايه اللي يرجعه؟ لان الهارت الفانكشن بتاعه شغلانته هو اللي هيعمل بامبس للبلد ده، مش انا اللي هزقه، ده الهارت اللي هيوديه لكل حته في جسمي يستفيد بيه، فلازم يرجع للهارت. بس سؤالي ليك بقى دلوقتي، هيرجع للرايت سايد ولا للليفت؟ لا ده بقى نظيف، بقى اوكسجينيتد، يدخل في الليفت سايد على طول. وكل اوضه وليها بابها، هينط في الاوضه اللي تحت ولا يدخل في الاوضه اللي فوق الاول؟ اللي فوق، اللي اسمها افضل اراجع معاه، اسمها ليفت اتريوم. الباب بتاعها بقى اسمه ايه؟ انا ممكن اكون ناسياه. طب تعالوا كده نحاول نفتكره بالحاجات اللي ربطناها سوا. هو البلد اللي عايز يدخل للليفت اتريوم جاي اصلا من عند مين؟ جاي من عند التو لانكس. انا عايزه طالبي يفكر كده، انا مش عايزاه يحفظ حاجه، الحفظ لا خطر، انا عايزاه يفهم ويشغل دماغه معايا. جاي من عند التو لانكس يا ميس، انا اتفقت معاك اي حاجه رايحه او جايه من التو لانكس اسمها ايه؟ هيقول لي بالمونري. طب هو يا ترى كده البلد جاي من جوه لبره ولا من بره لجوه؟ هيقول لي لا، ده من بره من عند البادي للهارت من جوه، يبقى اسمه ارتري ولا فين؟ فين. يبقى انت جبت لي اسم الباب خلاص، يبقى باب الليفت اتريوم اسمه بالمونري فين. والله لو عملنا كده للطالب للدرس ده يبقى من اسهل وامتع الدروس. ما شاء الله كانوا بدخل بدايه الترم يقولوا لي ده بيولوجي وفي هارت وسيركيليشن والدنيا صعبه ومقزمه ومش فاهمين، بنشرح بالطريقه دي بيبقى امتع الدروس عندهم، ما بقاش في اسهل منه، بيبقى الطالب بيتكلم فيه كانه لعبه بالنسبه له. تمام، احنا دخلنا بقى الاكسجينيتد بلاد، دخل في الاوضه خبط على الباب اللي اسمه بالمونري فين ودخل عند الايه؟ الليفت اتريوم. يسكت؟ لا، يعدي ويدخل الاوضه اللي تحتها اللي اسمها ايه؟ هيقول لي ليفت فنتريكل ثرو فالف، عدى من البوابه من البادي جارد. طب والبادي جارد يقف ساكت؟ لا، يعمل كلوز. هي طب ما دلوقتي البلد فين؟ في الليفت فنتريكل. يسكت؟ لا، بقولها له بالطريقه دي، بنعملها حدوته، ما يسكتش ابدا، فيجي الليفت فنتريكل يعمل بامس ويعمل. استاذ فادي معلش نقفل الكام لو سمحت عشان بس ما تظهرش في التسجيل. فزي ما اتفقنا الليفت فنتريكل دلوقتي هيروح مش ساكت ابدا، اول ما البلد يوصل له هيعمل كونتراكت وبوشنج للبلد ويوديه كل البادي بارتس عشان تفيده وتفيد البادي سيلز منه. طب هو هيمشي في الهواء ولا هيمشي في طريق خاص بيه؟ في طريق خاص بيه. عن طريق بقى مين الشارع الكبير اكبر ارتري في جسمنا بياخد البلد النظيف يوديه الاول بادي سيلز اللي اسمه ايورتا. ايورتا او ايورتا، لو في البريتش اكسنت هقولها ايورتا، ده امريكان. الثانيه ايورتا اللي هي البريتش، لكن اورتا او اورتي ده عربي فما بقولوش اورتا، غلط. ايورتا ايورتا لو دي بريتش، ايوردا لو دي امريكان. فطبعا احنا كبريتش في مدارسنا اغلبها فبنقول ايه؟ ايورتا. وبنعرفه ان هو اللارجست ارتري واكبر ارتري في جسمنا. ليه؟ لانه كاري ذا بلاد، كاري ذا بلاد تو اول ذا بادي بارتس، فلازم يكون اكبر واحد. يبقى بالقصه والحدوته اللي علمتها له وهو شايف الدياجرام وبعد ما يخلص يمسك في ايده فيجر للهارت ويعلم بالارز ويخبط على الباب والباب اسمه ايه والفنتريكل ما يسكتش ويعمل كونتراكت، الولد ربطها على اساس انها حدوته قصه.
بعد كده وخلصت له، قلت له ايوه احنا عرفنا ان السيركلاتوري سيستم از فيري امبورتنت سيستم انسايد يور بودي، حاجه مهمه جدا. طب انت بقى شغلانتك ايه ودورك ايه عشان تحافظ عليها؟ هاو تو كيپ ذا سيركلاتوري سيستم هيلثي. فاول حاجه طبعا من سنه رابعه بناخد الحاجات الاستنبل اللي بنذاكرها كلها ازاي نحافظ على اي سيستم وعلى صحه جسمنا. كيپ اكسرسايزنج، اعمل تمرينات ان شاء الله، اتمشى كل يوم لو مش قادر اروح اي مكان اتدرب فيه، المهم اي رياضه عشان تفيد البلد سيركيليشن والهارت ماسل وتفيد الجسم كله. حاجه ثانيه ايت هيلثي فود لو امباكت، وبقف في الحته دي برسمها ازاي، بقول له انت تعالى نتكلم ان احنا عندنا حاجه اسمها ارتريز، بقى احنا اتفقنا ان دي الايمرج فروم هارت وكاريز البلد الويتش كونتينز اكسجين ووتر فود تو اول بودي سيلز. طيب الارتري مثلا هرسمه لك كده، ده ماشي فيه البلد. طب تخيل دلوقتي احنا اكلنا فاتس كتير، دهون كتير، ايه اللي يحصل؟ اشمعنا في الدرس قايل لي ومركز قوي كونسرن الفاتس ان انا ما اكلش اكل فيه دهون كتير بقى ومليان زي الزبده، وال نيجي ناكل الكريم والقشطه كتير كتير كتير. طبعا جسمي محتاج سمول اماونت اوف فاتس، نسبه دهون، انا مش هوقفها كلها لصحه الجسم، لا ده انا هاخد نسبه صغيره عشان جسمي محتاجها، لكن الباقي ملوش لازمه، ما اكلش لارج اماونت اوف فاتس. ليه؟ هقول له كل ما بتاكل فاتس كتير جسمك مش محتاجها، دي لود، ضغط كبير على جسمي، فبيجي يمسك الارتريس كده ويقف من جوه، اخد شويه كمان يقف من جوه، شويه كمان من جوه، يفضل ايه يقف لي في الارتريس من جوه، يقف هنا 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 هنا، راح سد لي المكان. طب هو كده ازاي البلد هيعدي؟ يحاول يزق او امسك له ورقه وبسن القلم احاول ازق الورقه، اقول له شوف بقى انت من كتر الفاتس اللي بتاكلها البلد بيحاول يزق كل الاماونت اوف فاتس اللي مش محتاجها اللي سد الارتريز من جوه فروم انسايد، مش عارف يعدي. فده بقى سبب الناس اللي بيحصل لها احيانا جلطات في اي مكان في جسمها، هيكون بسبب اسباب طبعا كتير ومن ضمنهم انه اكل او ايت ان هيلثي فود كونتينز لارج اماونت اوف فاتس. الرسمه دي برضو بتعرفوا اشمعنى انا قلت الفات هنا، عشان لما نيجي ناخد الليسون اللي بعده هيقول لي لو ان سولت، افهمه علاقه التو كيدنيز بالسولت وعلاقه الهارت بالفات. طبعا حاجه مهمه درينك ان سوتابل او ابروبريت اماونت اوف ووتر افري داي، ناخد نسبه كويسه من الميه، لا مور ووتر ولا ليس ووتر، لازم ابروبريت او سوتابل اماونت، كميه مناسبه اللي هي غالبا بتبقى 2 لتر بير داي او لترين في اليوم، ده افريج او النسبه المتوسطه على حسب طبعا كل جسم بتفرق، بس ده الافريج يعني او المتوسط بتاعي. وافويد سموكينج، ان احنا نتجنب التدخين لانه اكيد هارت. طبعا انا عندي اي حاجه من دول انا عملت عكسها، يعني الناس اللي ايت لارج اماونت اوف فاتس اقول له وات هابن اف، لو الناس عملت مثلا سموكينج دخنت ايه اللي هيجرى؟ هيقول لي هارم، هيأذي السيركلاتوري سيستم. طبعا لو عملت اي سؤال يقول لي جيب ريزن في الامتحان، ليه وي ماست كيب اكسرسايزنج، وي ماست ايت هيلثي فود لو امباكت، ليه drink a suitable amount of water every day، ليه we must avoid أو avoid smoking، هقول له to keep circulatory system healthy. يبقى احنا كده استعرضنا مع بعض النهاردة أول lesson، lesson 1 من unit 2 منهج grade 5 second term اللي اتفقنا انه biology لأنه related living organism وخاص بالكائنات الحية، وتكلمنا عن أهم الأسئلة في كل part كمان. وبعد ما بخلص الدرس ببدأ بقى كنا مجهزة له شوية ايه، شوية أسئلة بقى خاصة بالدرس. طبعا انا كنت كاتباها هنا تشوز السنه اللي فاتت لان ده كان نظام الايفالويشن او التقييم عندنا. لو بقى السنه دي الله اعلم بقى ندخل جبريز وات هابن، هنروح ضايفين طبعا الاسئله دي، ومن خلال الاسئله دي انا بقيس فهم الطالب وايه النقط اللي هو خلاص بقى قوي فيها وايه الويكنس بوينتس او النقاط اللي هو ايه وقع مني فيها في الشرح، فببدا اعيد عليها تاني من خلال ان نقعد نشرح الجزئيه دي تاني او نرجع لجزئها حتى في السلايد ونراجعها تاني. يا رب اكون فدتكم، وهفتح دلوقتي بقى اي حد، هنوقف بس كده الريكورد ولو حد عنده سؤال يتفضل.